معنا احد نجوم المنتخب الاولمبي كابتن اسامه جلال مدافع منتخبنا الاولمبي. اسامه ازيك؟ الو 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 يا اسامه ازيك، الف مبروك هذا الاداء الرائع الحقيقه. الو يا اسامه. كابتن اسلام ازيك يا حبيبي، انت على الهوا. ازيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ تحياتي الكابتن فتحي نصير، الكابتن ماهر امام، الكابتن اسامه حسني. يعني النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا، كل اللاعبين الحقيقه النهارده ادوا بشكل رائع جدا. عايزين نعرف بس سر الموضوع يا اسامه، يعني ثلاث مباريات بروح عاليه جدا وباداء رائع جدا، كل المصريين فرحانين بادائكم. طبعا اول حاجه بحيي الكابتن اسامه حسني وكابتن ماهر امام، ومين تاني؟ كابتن فتحي نصير. كابتن فتحي نصير؟ كابتن فتحي نصير ده حضرتك. طبعا الحمد لله، طبعا اول حاجه ان اللعيبه كلها رجاله وحاطين، احنا حاطين سيناريوهات كتير قوي من قبل البطوله. ان عادي ممكن يجي فينا جون ونعوض، سواء جبنا جون ممكن يجي فينا جون تاني ونعوض. والجمهور طبعا رقم واحد بصراحه كابتن، الناس بتساندنا بطريقه يعني غير طبيعيه بصراحه. الجمهور بيقفل الملعب يعني حاجه محترمه بصراحه. يعني كان احساسكم ايه في اول مباراه ما كانش فيه جمهور كويس، ولكن بادائكم في المباراه الثانيه جه جمهور اكتر، في المباراه الثالثه الحقيقه تقريبا الاستاد على اخره، اعتقد في مباراه الدور قبل النهائي هتلاقوا الاستاد مليان على اخره، كان احساسكم ايه يا اسامه؟ والله يا كابتن اسلام احنا يعني انت عارف ان احنا لسه جداد شويه، فما حضرناش موضوع جمهور قوي. الموضوع بيفرق 100%، يعني حضرتك شفت الماتش اللي فات، الموضوع فرق معانا 100% في حته ان احنا نرجع والناس وهي بتقول يا رب لا الموضوع فرق معانا 100%. لا ربنا يا رب يكرم ان شاء الله ويكونوا موجودين معانا الفتره الجايه ويقفلوا الاستاد يا رب باذن الله. امتى حسيت ان انتوا هتكسبوا المباراه دي؟ او انا عايز اتكلم عن مباراه غانا اكتر، امتى حسيت ان انت هتكسب هذه المباراه على الرغم من انت مغلوب 2-1 وبعدين اتعادلت في الدقيقه 82، ولكن احنا كنا قاعدين حاسين ان انتوا هتكسبوا. والله يا كابتن احنا برضه حاسين من الملعب برضه بصوت الجمهور وبرجوله اللعيبه اللي في الملعب، بكل واحد حتى لما جه فينا الجون الثاني لا كل واحد مركز، سواء كمدافع مركز لا خلاص نقف بقى ما يجيش فينا جون ثاني، وفي نص الملعب مركز ان هو يقدر يقطع الهجمه من نص الملعب، المهاجمين من قدام اللي بيدولهم يحاول يخلص، ما كانش فيه توفيق في كور كتير، بس التركيز لحد اخر دقيقه كابتن فرق معانا كتير جدا، واللعيبه قلبها كابتن على قلب بعض. ما حضرتك شايف اللي بيغلط الثاني بيحاول يغطيه، ما فيش واحد مثلا غلط والثاني يسيبه، لا كله قلبه على قلب بعضه، وان شاء الله يكون الفرقه هي رقم واحد. تتوقع يلعبوا مين المجموعه الثانيه؟ طيب تتوقع تلعبوا مين المجموعه الثانيه يا اسامه؟ اتوقع هم الاربع فرق تقريبا عندهم امل ان هم يصعدوا. يعني انتوا لعبتوا جنوب افريقيا اعتقد. انتوا لعبتوا جنوب افريقيا خلاص. يعني شفتوا جنوب افريقيا شفتوها، فهل عايزين تلعبوها تاني؟ عايزين تلعبوا منتخب زامبيا، منتخب نيجيريا، اكيد بتتفرجوا على المباريات. بالظبط. بص يا كابتن، هو الموضوع في الاول وفي الاخر بيقف على حالتنا احنا. احنا كويسين هنقدر نكسب اي حد، بغض النظر بقى هم جامدين او مستواهم في الماتش وحش، لا احنا طالما كويسين ورجاله في الملعب هنكسب اي حد، وبنقعد الناس ان شاء الله ان احنا نعمل اللي علينا باذن الله ونعمل احسن حاجه عندنا ونفرحه يا رب. تعليمات الكابتن شوقي غريب ليكم كانت ايه النهارده تحديدا في ظل انتوا خلاص ان شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله وصعدنا، ولكن مباراه صعبه النهارده الكل ادى بشكل جيد جدا، كان احساسكم ايه برضه؟ اتفضل يا كابتن. لا اتفضل يا اسامه. بص يا كابتن احنا من قبل الماتش يا كابتن صاعدين وكل حاجه، بس انت عارف حضرتك لما قبل البطوله نكسب اول ماتش وبعد كده نكسب ثاني ماتش، لا في طبعا ان احنا نكسب ثالث ماتش، خصوصا ان احنا لو ما كناش كسبنا النهارده ما كنا خسرنا مثلا لا قدر الله، كانت الكاميرون هتعدينا هتبقى فوقنا. الماتش الجاي هنلعب في استاد السلام الساعه 5، هيبقى الموضوع صعب، وبعد كده احنا وبعدين احنا صعدنا، فما ينفعش ان احنا نفكر ان احنا ننزل نتعادل او نخسر. في ملعبنا بنلعب مين، ننزل اول حاجه نكسب حتى لو ماتش تحصيل حاصل او حاجه، لا اول حاجه ان احنا نكسب يعني احنا ماتش، فاهم يا كابتن؟ طبعا. اهم حاجه يعني كله كان مركز من قبل الماتش والله يا كابتن ان احنا ننزل نكسب. بس قبل اخيرا يعني يا اسامه، قبل المباراه احنا شفنا فيديو، معرفش هل كان قبل بقى المباراه على طول لرمضان صبحي، كلكم متجمعين وكل واحد فيكم بيقول كلمه، اعتقد الكلمه دي مأثره مع الناس كلها، يعني لو بتتفرج او بتبص على السوشيال ميديا حاجه جميله جدا، وكل واحد فيكم بيقول كلمه، ورمضان ككابتن للفريق الحقيقه كان عامل، عايزين تطلعوا اول وروح حلوه بين اللعيبه والكلام ده، اعتقد ان ده شيء جيد جدا يا اسامه. رمضان طبعا من يعني من الاسباب اللي هي راجل لم من الفرقه، راجل كابتن فريق، خبره كبيره طبعا، لعيب كبير ما شاء الله عليه يا رب،
ربنا يكرمه وراجل لم من الفرقه. مفيش بقى مش حاطط دماغه لا انا كابتن الفرقه زي لا هو زيه زي اي حد في الملعب بيجري اكتر من اي حد وكده، وكل واحد حاطط دماغه ان هو يكون احسن لعيب في الفرقه. فطالما كل واحد حاطط دماغه ان هو يكون احسن لعيب في الفرقه وقلبه على قلب زميله. وفي حاجه برضه يا كابتن، مش احنا مش عايزين ندعي على الناس اللي بتيجي. برافو عليك. برضه ان احنا لا يا كابتن ما ندعي الناس اللي بتيجي وبتيجي كل ده، وفي ناس بتيجي بالسفر وكده عشان تيجي تتفرج علينا في وقت متاخر. لا الناس دي ما ينفعش تروح زعلانه. فربنا يكرمنا يا رب ونقدر نفرحهم ان شاء الله ونكسب البطوله باذن الله. يا رب يا اسامه، واحنا مستنيينكم ان شاء الله يوم الثلاث تسعدوا الشعب المصري اولا بالصعود للاولمبياد، ان شاء الله بعد كده بالفوز بهذه البطوله. انا بشكرك جدا يا اسامه والف الف مبروك. الكابتن اللي معاك في الاستوديو كابتن اسامه وكابتن ماهر وكابتن مصطفى. الله يخليك يا اسامه، الف مبروك يا اسامه، وتستحقوا الحقيقه كل التحيه وكل الاشاده اللي طالعه من كل الناس الحقيقه.